تعامل as a linear four-dimensional man من الآخرين. إذا جئت لأي فيكتور من هذه الفيكتور من ما أخذته وقدرت آكله as a linear combination من الآخرين، بقول هذول المجموعة R linearly dependent. تمام؟ وأعطينا على ذلك مثالاً واحداً المرة الماضية، أخذنا تو فيكتورز وقدرت أثبت إن واحد فيهم مضاعفات الثاني، وبالتالي الاثنين هذول صاروا linearly dependent. ننتقل الآن إلى المثال رقم اثنين. معطيني أربعة فيكتورز زي ما أنتم شايفين في R3، وبيقول لي حدد لي هل الفيكتورز هذول R linearly dependent ولا linearly independent. بقول له كويس، يبقى أنا عندي أربعة فيكتورز، إذا قدرت أكتب أي واحد فيهم بدلة الآخرين يبقى على طول خط بصير هذول مالهم linearly dependent طبقا لنص النظرية. طبعا عندي أربعة، أخذ مين منهم؟ خذ اللي بدك إياه، ما عندناش مشكلة. يبقى لو رحت أخذت أي واحد فيهم على سبيل المثال وقلت أشوف هل بقدر أقول لي كومبينيشن من الآخرين أم لا، فمثلا إيش رأيك ناخذ في أربعة مثلا ونشوف هل بقدر أقول لي كومبينيشن من الأول اللي هي الثلاثة، أو الأول هل بقدر أقول لي كومبينيشن من الثلاثة اللي بعده اللي بدكم إياه، ما عندناش مشكلة. أي واحد فيهم بيأدي الغرض. ماشي، فمثلا لو جيت قلت بدي اخذ في أربعة، بدي قلت اكتبه as a linear combination من الآخرين بيتم المطلوب، لذلك بدي افترض انه بقدر اكتبه linear combination لغاية ما اشوف فرضي صح ولا غلط. إن كان فرضنا صح بصمنا عليه، وإن كان غلط بصير كلامنا كله غلط، وبالتالي المجموعة linearly independent. تمام؟ بقول كويس، يبقى باجي بقول هنا مثلا لك A و B و C موجودة في الست of real numbers such that بحيث أن مثلا D4 بتساوي A B1 زائد B B2 زائد C B3. يبقى بناء عليه بصير عندنا A B1 زائد B B2 زائد C B3 بتساوي اللي هو مين؟ بدي اضرب ال B1 في A يبقى A و2 A وناقص A زائد يعني بدي اضربه في B B وناقص 2 B و B زائد الثالث بدي اضربه في C ناقص 3 C 2 C وناقص C كله بده يساوي مين؟ بده يساوي في 4 في 4 اللي هو 2 و 0 و 0. طيب هذول لو جيت جمعتهم اذا بصير عندنا A زائد B ناقص 3 C كومبوننت الاولى كومبوننت الثانية 2 A ناقص 2 B زائد 2 C الكوكونة الثالثة ناقص A ناقص A زائد B ناقص A زائد B ناقص C كل هذا الكلام بده يساوي 2 و 0 و 0. نعمل من هذه المعادلة linear system. linear system كالتالي A زائد B ناقص 3 C يساوي 2. المعادلة الثانية 2 A ناقص 2 B زائد 2 C يساوي 0. المعادلة الثالثة ناقص A زائد B ناقص C يساوي 0. يبقى هذا سيستم، والسيستم هذا ماله؟ نون هوموجينيوس، ما هواش هوموجينيوس. يبقى بناء عليه تقدر أعيد صياغة المعادلات هذه بالصياغة التالية. أضرب الثالثة بالثالثة. إيش خلينا نصير ملاحظ عندي إيش؟ اثنين ممكن أقسم عليها. وهذه حتوصل لي لأنصر إيه؟ يبقى إيه؟ زائد B ناقص 3 C يساوي 2. وهنا إيه ناقص B زائد C يساوي 0.
الشيء اللي بيحصل. هذول مع السلامة. آخر سطرين. بضلش عندنا إلا مين يا بنات؟ إلا A زائد B ناقص 3 C يساوي 2. إذا هذه معادلة كم مجهول؟ 3 مجاهيل. لا يمكن نقدر نحل المعادلة هذه إلا إذا حصلنا قيمتين للمجهولين من عندنا وجبنا قيمة المجهول الثالث بدلالة هاتين القيمتين. فباجي بقول له هنا لو كان الـ A مثلا بده يساوي K1 والـ C بده يساوي K2 then بصير عندك هنا K1 زائد B ناقص 3 K2 بده يساوي مين؟ بده يساوي 2. ومنها الـ B اللي بدنا إياها اللي هي 2 زائد 3 K2 ناقص K1. يبقى بناء عليه قدرت ألاقي قيم للـ A والـ B والـ C مش كلهم أصفار، وبالتالي هذول لينيرلي يبقى بناء على الـ A والـ B and C are not zero. ما دام not zero إذا الفيكتورز هذول مالهم linearly dependent. يبقى هنا so the vector for اللي هو V4 is a linear combination of V1 و V2 and V3. مدام linear combination by the previous theorem بالنظرية السابقة we have انه ال V1 وال V2 وال V3 and V4 are linearly dependent. وانتهينا من هذا المثال. مثال ثلاثة. يبقى اكزامبل ثلاثة. قبل ما نبدأ حدا بتسأل أي سؤال هنا؟ حدا بتحب تسأل أي سؤال في الكلام اللي قدامنا هذا؟ واضح يعني؟ طب المثال الثالث بيقول لي افترض انه P1 as a function of F1 as a function of X بده يساوي واحد صحيح، وال F2 as a function of X بده يساوي ال X، وال F3 as a function of X بده يساوي 3 ناقص X، وكل هذا موجود في كابيتال P1 of X where حيث ال P1 as a function of X هذه is the set of all polynomials يبقى مجموعة كثيرات الحدود of degree less than or equal to 1 less than or equal to 1. السؤال هو is F1 و F2 and F3 are linearly dependent or linearly independent. هذا هو السؤال. Solution. يبقى معطيني three functions موجودة
في المجموعة أو في الفيكتور سبيس P1 of X. مين P1 of X؟ يبقى هو كل البولونوميالز, the set of all polynomials of degree less than or equal to 1. يعني مين؟ يعني كل الفانكشنز اللي من الدرجة الأولى, بزيدش عن الدرجة الأولى. درجة الأولى درجة صفرية ماشي, كل اللي منه تحت يعتبر functions. يبقى كل real numbers اللي خلقهم ربنا بقدر أعتبر كل واحدة فيهم functions. اجمع فيهم functions, حط x معاهم function, اضرب x في نص في 3/4 في 2 في 50 في 20 في ناقص إلى آخره. يبقى هذه كلها functions مختلفة موجودة وين؟ في ال P1 of x. من هذول أخذ ثلاثة. الثلاثة مين؟ اللي هي الاف 1 يساوي 1 صحيح, والاف 2 بده يساوي اكس, والاف 3 هي 3 ناقص اكس. بسأل بقول لي هل الثلاثة هدول اللي موجودات في بي 1 ار لينيرلي ديبندنت ولا لينيرلي اندبندنت؟ بقول له بسيطة, إذا قدرت أكتب واحد منهم بدلالة الآخرين يبقى على طول الخط بيكونوا الثلاثة لينيرلي ديبندنت بنص النظرية اللي درسناها في المرة الماضية واللي أعطينا عليها هي المثال رقم 2. باجي بقول كويس, يبقى أنا بدي أجي لأي فيكتور فيهم أشوف بقدر أكتبه بدلالة الآخرين أم لا. إذا قدرت كان بها, ما قدرناش بقول كفى الله المؤمنين القتال, يبقى ليسوا لينير ديبندنت. فباجي بقول ماتي لو رحت اخذت الاف 3 اوف اكس يا منى, يبقى الاف 3 اوف اكس هي مين؟ 3 ناقص اكس. الان هل الثلاثة ناقص اكس بقدر اكتبهم بدلاله التو فانكشنز هدول ام لا؟ بنقول الله اعلم. تعالي نشوف, يبقى هذه بقدر اكتبها 3 في مين يا بنات؟ 3 في 1 تمام. اللي بعد هذه بقدر اكتب زائد ناقص 1 في الاكس, مظبوط؟ سوينا شيء. يبقى هذا الكلام بده يساوي هي الثلاثة اللي عندنا, الواحد عبارة عن مين؟ عن الاف 1. يبقى اف 1 اوف اكس زائد ناقص 1, الاكس هي عبارة عن مين؟ عن اف 2 اوف اكس. يبقى قدرت اكتب الاف 3 از لينير كومباينيشن من مين؟ من اف 1 واف 2. يبقى هنا س الاف 3 اوف اكس از لينير كومباينيشن اوف ذا تو فيكتورز اللي هو الاف 1 اوف اكس اند الاف 2 اوف اكس باي ذا بريفيوس ثيورم, بالنظريه السابقه الاف 1 اوف اكس والاف 2 اوف اكس والاف 3 اوف اكس ار linearly dependent, وانتهينا من المسألة. نعطي كمان مثال, مثال 4 بيقول لي let ال f1 of x بده يساوي 1 زائد x وال f2 of x يساوي 1 ناقص x تربيع وال f3 of x يساوي مين؟ يساوي ال x تربيع. كل هذا موجود في ال P2 of X where حيث ال P2 of X is the set of all polynomials is the set of all polynomials the set of all polynomials of degree
less than or equal to 2. السؤال هو is the vectors, هل الفيكتورز اف 1 واف 2 واف 3 ار linearly dependent or linearly independent؟ هذا هو مين؟ هذا هو السؤال. نرجع لسؤالنا مرة ثانية. معطيني ثلاثة فيكتورز أو ثلاثة فانكشنز. F1 of x يساوي 1 زائد x، F2 of x يساوي 1 ناقص x تربيع، F3 of x يساوي x تربيع، كلهم موجودات في ال P2 of x. مين ال P2 of x؟ يبقى كل البولينوميالز من الدرجة الثانية أو أقل من الدرجة الثانية، يعني من الدرجة الأولى ماشي، من الدرجة الصفرية ماشي، لكن ما يزيد عن الدرجة، يعني بديش أشوف إكس تكعيب فما فوق نهائي في أي فيكتور من هذه الفيكتورز، كله إكس تربيع وارجع، ممكن إكس تربيع، ممكن إكس من الدرجة الأولى، وممكن ثابت، يبقى فانكشن. معطيني هنا ثلاثة فيكتورز، إف واحد وإف اثنين وإف ثلاثة، وبسأل هل الثلاثة هذول linearly dependent؟ والله linearly independent. بقول والله كويس، إذا قدرنا نكتب واحد بدلالة الآخرين الاثنين معناته هذول linearly dependent، ما قدرنا يبقى linearly independent. تعالوا نشوف، يبقى نفس الفكرة تبعت المثال السابق قبل قليل. إذن بدي أفترض إني بقدر أكتب واحد فيهم بدلالة مين؟ بدلالة الآخرين. يبقى هنا حاجة أقول له هنا assume that مثلا إنه F3 of X بده يساوي الـ X تربيع is a linear combination of F1 of X and F2 of X. That is, أي أن مثلا A في الـ F1 of X زائد B في الـ F2 of X بده يساوي الـ F3 of X. مش هيك؟ هذا معنى إنه F3 هي linear combination من مين؟ من اثنين الآخرين. معنى هذا الكلام انه الـ A في الـ F1 اللي قداش يا بنات؟ 1 زائد X، زائد الـ B الـ F2 1 ناقص X تربيع، بده يساوي الـ F3 اللي هي مين؟ X تربيع. بدي افك هذه المعادلة، يبقى A زائد AX زائد B ناقص B X تربيع، كله بده يساوي مين؟ X تربيع. الآن بدي أعمل مقارنة بين المعادلات في الطرفين. والله قبل أعمل مقارنة بدي أجمع الثوابت مع بعض، A زائد B، الـ AX لحالها ما فيش غيرها، السالب B X تربيع لحالها ما فيش غيرها، بدي يساوي الـ X تربيع. يبقى بدي أقارن المعاملات في الطرفين، يبقى comparing the coefficients in both sides of the equation we get. يبقى لو رحنا قارنا بنحصل على إيش؟ على A زائد B بده يساوي زيرو، وبدنا نحصل على إنه الـ A بده يساوي زيرو، وبدنا نحصل على إنه سالب B بده يساوي قديش؟ واحد. من هذه بقدر أقول ما يأتي الـ A زائد الـ B بده يساوي زيرو، والـ A بده يساوي زيرو، والـ B تساوي قديش؟ سالب واحد. طيب بدي أخذ، هيجيب قيمة A و B، بدي أشوف هل كلامي هذا صحيح ولا لا، فبدي أروح أعوض وين؟
في المعادلة اللي فوق عن قيمة A و B، وشوف إذا والله الناتج طلع بزيرو يبقى كلامنا صحيح وهدول linearly dependent، وإن طلع كلامنا غلط يبقى فرضي غلط وعكسه هو الصح. تمام؟ يبقى بدي أجي أقول هذه بدها تعطينا المعادلة اللي فوق A بزيرو والبي بزائد لسالب واحد بده يساوي قديش؟ زيرو. هذا معناه انه سالب واحد بده يساوي زيرو. موافقين؟ يبقى كلام مش صحيح. يبقى this is impossible. impossible ليش؟ انه هذول real numbers عادية، لا يمكن الزيرو في يوم من الايام ان يكون مساويا للواحد الصحيح. ما دام امبوسيبل شو وصلنا لهالشغله الغلط؟ الفرض اللي احنا غلط. اذا الاف 3 لا يمكن ان تكون لينير كومباينيشن من الاف 1 والاف 2، يبقى الثلاثه هذول ار لينيرلي اندبندنت. يبقى هنا الاف 3 is not a linear combination of الاف 1 and الاف 2. هذا بده يعطينا انه الاف 1 والاف 2 and الاف 3 are linearly independent. طيب انا حليت السؤال على مين؟ على النظري، صح ولا لا؟ لو واحد اجاها السؤال في الامتحان ونسيت النظريه وراحت قالت انا بدي افترض عندي ثوابت A و B و C، A في F1 زائد B في F2 زائد C في F3 يساوي زيرو، وطلعت انه ال A تساوي ال B تساوي C تساوي زيرو، يبقى هذا ايش معناه؟ انه ثلاثة linearly independent. يبقى هذا good exercise لك انك تتأكدي انه الثلاثة هذول linearly independent بطريقتنا مين؟ القديمة. اكتب عندك حلي هذا السؤال عن طريق C1 V1 زائد C2 V2، يعني سي واحد اف واحد زائد سي اثنين اف اثنين زائد سي ثلاثة اف ثلاثة يساوي زيرو، ومن ثم اثبتي انه سي واحد يساوي سي اثنين يساوي سي ثلاثة يساوي زيرو. يبقى هذا جود اكسرسايز لك، والجواب هيو عندك انهم هذول مالهم لينيرلي اندبندنت، يعني لازم السيهات الثلاثة يطلعوا عندك بأصفر. تمام التمام. نيجي الآن ناخذ نظرية بنات. النظرية بتقول ما يأتي فيرم، بتقول لت ال V1 وال V2 ولغاية ال Vn موجودة في ال Rm. النقطة الأولى F ال N أكبر من ال M then the elements V1 و V2 ولغاية Vn are linearly dependent. النقطة الثانية لو حدث ان ال N ساوت ال M يبقى then the elements V1 و V2 و Vn هذول are linearly dependent if and only if الديترمينانت لمين؟ للفي واحد والفي اثنين ولغاية الفي ان
كل هذا الكلام كان يساوي زيرو. كمان ملاحظة أخرى، F الديترمينانت لمين؟ للفي واحد والفي اثنين ولغاية الفي ان لا يساوي زيرو، لا يساوي زيرو، then الفي واحد والفي اثنين والفي ان ار linearly independent. كمان نظرية theorem بيقول لي let each element of v1 وv2 vn of a vector a space capital V be a linear combination of the vectors u1 و u2 ولغاية UM of الفيكتور سبيس في اتسلف. لو كانت الام اقل من الان then اللي هو في واحد وفي اتنين وفي ان ار linearly dependent. نرجع للنظرية الأولى، نقرأ النظرية كويس وندقق في كل كلمة مكتوبة حتى نستطيع أن نفهمها، وربما نطرح بعض التساؤلات بدنا الإجابة عليها. النظرية بتقول لي خذ لك مجموعة من الفيكتور من في واحد لغاية في ان، يبقى عددهم قديش؟ ان من الفيكتورز موجودات في مين؟ في ار ام. مين هي ار ام؟ ذا سيت اوف اول ام تيوبلز، يعني كل عنصر مكون من ام من المركبات. يبقى انه ام ممكن يتسوى ممكن ما يتسووش، صحيح ولا لا؟ لانه قلت هدول ان وهدول ام. طيب بقول النقطه الاولى، اذا كان الان اكبر من ام، يعني عدد الفيكتورز اللي اخذتهم انا اكبر من عدد المركبات في الكومبون، اكثر من عدد المركبات في العنصر الواحد. يعني انا اخذت مثلا زي المثال اللي قبل الاخير هذا، اخذت اربع فيكتورز موجودات في ار 3، مظبوط؟ يبقى أربعة فيكتور، كل فيكتور من ثلاث مركبات موجودات وين؟ في ار 3. اذا عدد الفيكتورز اللي عندنا هذول أكبر من عدد الكومبوننت في الإليمنت واحد اللي موجود في R3. بقول لي إن حدث ذلك يبقى العناصر هدول linearly dependent. يبقى المثال قبل الأخير، آخر مثال يا بنات اللي خدناه في R3، إثبت إنه في واحد وفي اثنين وفي ثلاثة وفي أربعة R linearly dependent، لأنه أخذت واحد منهم لقيته linear combination من الآخرين. إذا كان بإمكاني أحل هذا السؤال كذلك بمين؟ بالنظرية هذه، صحيح ولا لا؟
وكان بإمكاني أحل نفسي السؤال بأول ما بدينا التعريف تبع اللينيرلي ديبندنت واللينيرلي اندبندنت. يبقى صار عندي بدل الطريقة ثلاثة لحل السؤال. بس للأسف الشديد هذا الكلام مش في أي فيكتور سبيس، بس في آر إم، يعني المكون من إم تيوب المركبتين ثلاثة أربعة خمسة زي ما بدك، مش أي فيكتور. هي قال لك في آر إم، يبقى إحنا بنشتغل داخل الفيكتور سبيس آر إم فقط. طب خليني أسأل السؤال التالي، حدا بتقدر تقول لي ليش لو كانت الـ N أكبر من الـ M يبقى هذول linearly dependent مباشرة؟ خليني أطرح السؤال بطريقة تانية، خليني أطرح السؤال بطريقة تانية. خدي M بثلاثة، يبقى كل عنصر في RM مكون من قديش؟ من 3 components. تمام، بدي أخذ 4 vectors، يبقى صار عندي C1 وC2 وC3 وC4. لما أجي أعمل هدول linear combination لهم بصير عندي عدد المعادلات قد عدد المجاهيل، والله أكبر والله أقل؟ مين اللي أكبر؟ عدد المجاهيل أكبر من عدد، مش عدد المعادلات أكبر. أنا عندي بصير C1 وC2 وC3 وC4، لكن ما عنديش إلا ثلاث معادلات. إذا لا يمكن حل هذا السيستم إلا إذا فرضت قيمة من عندي، وبالتالي هذول بصيروا ايش؟ linearly dependent. يبقى عرفنا ما هو السبب ليش لو كانت ال N اكبر من M بصير عندي عدد المجاهيل اكبر من عدد المعادلات، وبالتالي لا يمكن حل هذه المعادلات الا اذا حطيت قيم من عندي لمجهول او لمجهولين او لثلاثة، حسب طبيعة مين؟ حسب طبيعة المسألة. وبالتالي ما هياش أصفار، حطيت قيم من عنده وليس بالضرورة أصفارا، وبالتالي صار عندي عدد لا نهائي من الحلول للهوموجينيا سيستم اللي عندي. لأن الهوموجينيا سيستم على الأقل له حل، هو مين؟ هو الحل الصفري. إذن هذول linearly dependent. يبقى عرفنا ما هو السر. طيب افترض انه عدد المعادلات يساوي عدد، يعني الان ساوت الام، انا عندي R3 اخذت 3 فيكتورز، عندي R4 اخذت 4 فيكتورز، R5 اخذت 5 فيكتورز. تمام، يبقى لو الان ساوى الام يبقى هذول بيكونوا linearly dependent if and only if الاتجاهين صحيحان. إذا كان الديترمينانت لهذه الفيكتور يساوي زيرو، كيف يعني؟ يعني بدي أجي للفي واحد وبدي أحطه كعمود، وموجود وين؟ موجود في آر إم، يبقى الأفقي بقدر أكتبه عمود، وأخذنا هذا في الشابتر الماضي. يبقى بدي أكتب هذا العمود الأول، العمود الثاني، التالي، وأخذ المحدد لهذه المصفوفة. لازم المحدد يساوي قديش؟ إذا المحدد سوى زيرو يبقى هدول linearly dependent، والعكس لو كانوا linear dependent إجباري المحدد هذا بده يسوي قديش؟ زيرو. طب إيش رأيك تعالي ننفي العبارة هذه، ننفي العبارة. يبقى لو كان هذا لا يساوي زيرو فهذول إيش بدهم يكونوا؟ linearly independent. يبقى الملاحظة بتقولي لو كان الديترمينانت لا يساوي، ما قلتش if and only if، اهدري بالك، ما قلتش، يبقى نفيت اتجاه فقط. فباجي بقول لو كان هذا لا يساوي زيرو يبقى هذول linearly independent، وبالتالي كأنه قال لي تفضل هاي طريقة أخرى للحكم على الفيكتورز هل هم linearly dependent والله linearly independent. إذا باجي على الفيكتورز اللي عندنا وبعملهم كمصفوفة، باخذ لها المحدد، طلع المحدد يساوي زيرو يبقى هذول linearly dependent، طلع المحدد لا يساوي زيرو يبقى هذول linearly independent. واضحة هذه؟ طبعا هعطيك كذا مثال عليها الآن. الآن نيجي للنظرية الثانية، بقول لي لو كان كل عنصر في المجموعة هذول اللي موجودة في الفيكتور سبيس بي كتبته كلينير كومبينيشن من فيكتورز أخرى
في V. هدول عددهم N وهدول عددهم M. تمام؟ يبقى الفيهات غير اليوهات، غيرهم في الشكل وغيرهم في العدد كمان، مش قد بعض. ايش بيقول لي؟ لو كانت الام اقل من ان، يعني عدد الفيكتورز هدول اكبر من عدد الفيكتورز هدول. تمام؟ ان حدث ذلك يبقى على طول الخط هدول الاولانيات بيكونوا لينيرلي ديبندنت. والله برضه فكرة كويسة، وحنعطيك الأمثلة عليها الآن كمان. يبقى حنبدأ نعطي أمثلة على النظريتين. الأولى كنا بنتحدث يا بنات بس على مين؟ على آر إم. هنا مين مكان الفيكتور يكون؟ ما حطيتش قيود عليه، الفيكتور سبيس. طلعي هنا، قلت هذول وين؟ في آر إم. هذول قلت وين؟ في الفيكتور سبيس في. مين مكان يكون؟ ليس بالضرورة ار ام، وانما ممكن يكون اني انذر فيكتور سبيس، اي فيكتور سبيس اخر. نبدأ ناخذ بعض الامثلة على الكلام اللي احنا بنقول. يبقى نبدأ لإكزامبل 1. بيقول determine whether the following vectors determine whether the following vectors are linearly dependent or linearly independent. نمرة A، هذا السؤال الأول من الكتاب رقم C. معطيني في واحد يساوي اثنين وواحد، وفي اثنين بده يساوي ثلاثة وزيرو، وفي ثلاثة بده يساوي مين؟ بده يساوي واحد وأربعة. يبقى سؤال قال لي حدد لي الفيكتورز التالية، هل لينيرلي ديبندنت ولا لينيرلي اندبندنت؟ بنقول له بسيطة جدا، أنا معطيني ثلاثة فيكتورز. طب الثلاثة فيكتورز وين موجودة يا بنات؟ في R2. تمام؟ يبقى solution ال V1 وال V2 وال V3 اللي معطيني إياهم موجودات في R2. ليش؟ إنه كل واحد منهم عبارة عن two components. طيب عدد الفيكتور اللي اخذتهم قديش؟ ثلاثة. وعندنا هنا قديش؟ يبقى هذا بده يعطيني انه ان تساوي ثلاثة اند ام تساوي قديش؟ اثنين. يبقى هنا سنس بما ان الان تساوي ثلاثة اكبر من الام اللي هي بدها تساوي اثنين، فباجي بقول له باي ذي First theorem، من النظرية الأولى اللي هو ال V1 وال V2 and ال V3 are linearly dependent، وانتهينا من المسألة. طيب أنت في الامتحان وجاك سؤال زي هذا وما جاش في بالك النظرية، كيف تسوي؟ بقول كونستنت في الأول، كونستنت في الثاني، كونستنت في الثالث يساوي زيرو، وبروح أجيب السي واحد والسي اثنين والسي ثلاثة. إن طلعوا بأصفار ولن يطلعوا بأصفار، بقول لينيرلي اندبندنت. ليش لن يطلعوا؟ لأنهم هيهم لينيرلي ديبندنت. هم يعني مرة بدهم يصيروا لينيرلي ديبندنت ومرة لينيرلي فيش اندبندنت، فيش إمكانية. يا لينيرلي ديبندنت يا لينيرلي اندبندنت، فيش فايدة. طيب اذا بناء عليه حيطلع عندك انه سي 1 وسي 2 وسي 3 not all zero، يعني هذا تشيك لو بدك تتاكد انه كلامنا هذا صح ولا غلط. حابه جود اكسرسايز لك، حابه متكيش بلاش، ما فيش اجبار يعني في هذه الحاله. يبقى مش تتاكد هذول linearly dependent. نيجي نمره بي من السؤال، نمره بي من السؤال اللي هو السؤال الاول رقم جي. السؤال الأول رقم جي بيقول لي في واحد
يساوي اثنين وسالب واحد وواحد، وفي اثنين بده يساوي اللي هو اثنين سالب ثلاثة سالب اثنين، وفي ثلاثة بده يساوي اثنين ثلاثة سبعة، وهدول كلهم موجودات وين يا بنات؟ في ار ثلاثة. بدي اشوف هل هدول ار لينيرلي ديبندنت والله لينيرلي اندبندنت. كم فيكتور هدول؟ وموجودات مين؟ يبقى ان تساوي ام، مظبوط. يبقى هنا بقول له سوليوشن، يبقى هنا الان تساوي الام تساوي 3. برجع للنظريه، بيقول لي اذا عندك ان تساوي ام مشان تحكم لينيرلي ديبندنت بدك تروح تاخذ مين؟ الديترمينانت تبع الفي 1 والفي 2 والفي 3. يبقى بناء عليه بدي اجي اخذ الديترمينانت لمين؟ للفي 1 والفي 2 والفي 3 واللي هو بده يساوي المحدد. باجي لفي 1 يا منات وبكتب زي ما هو 2 سالب 1 1، في 2 هو العمود الثاني 2 سالب 3 سالب 2، في 3 2 3 7 بالشكل اللي عندنا هذا، واي يساوي. بدي افك المحدد باستخدام عناصر اي صف او اي عمود عندنا. فمثلا لو جيت قلت بدي افكه باستخدام عناصر الصف الاول، يبقى هي 2 في اشط بصف وعموده بصير سالب 21 زائد 6، يبقى سالب 21 زائد 6 هاي بالسالب، وهذا بصير بالموجب. حسب قاعدة الإشارات بسالب 2 في أشط بصف وعموده يبقى ناقص 7 ناقص 3، يبقى ناقص 7 ناقص 3. حسب قاعدة الإشارات 2 بالموجب أشط بصف وعموده يبقى 2 زائد 3، 2 زائد 3 هذا الكلام بده يساوي 6. بدي اشيل منهم سالب 21 بضل سالب 15، في 2 بسالب 30، هذا سالب 10 في سالب 2 بزائد 20، هذا 5 في 2 بزائد 10، قديش الناتج؟ زيرو. ممتاز جدا. قال لي اذا ان تساوي ام والمحدد يساوي زيرو يبقى هدول مالهم؟ لينيرلي ديبندنت. يبقى هنا باجي بقول له باي ذا فيرست ثيورم بارت اللي هو 2 الجزء الثاني، وي هاف ان الفي 1 والفي 2 والفي 3 ار لينيرلي ديبندنت. هذه نمرة بي من السؤال، نروح لنمرة سي. نمرة سي بيقول في واحد تساوي ثلاثة واحد واحد، وفي اثنين تساوي اثنين وسالب واحد وخمسة، وفي ثلاثة يساوي أربعة وزيرو وسالب ثلاثة، وكلهم هدول موجودات وين؟ في آر ثري. بدنا نشوف هل هدول لينيرلي ديبندنت والله لينيرلي اندبندنت. إذا احنا ما بنتكلمش عن النظرية الثانية، لازلنا في نفس مين؟ النظرية الأولى. ليش؟ النظرية الأولى على R to the power M. بقول كويس، يبقى أنا عندي الـ N يساوي مين؟ يساوي الـ M. قال لي لما الـ N يساوي M بدك تتكلم عن المحدد. إذا المحدد يساوي زيرو يبقى هدول لينيرلي ديبندنت، وإذا المحدد لا يساوي زيرو يبقى هدول لينيرلي اندبندنت. يلا على السريع والله.
تمام. طيب يبقى بدي اجي هنا اشوف هل هذول لينيرلي ديبندنت والله لينيرلي اندبندنت. يبقى بناء عليه بقول له سوليوشن، احنا عندنا يا بنات هنا انه الان تساوي الام تساوي 3، اذا بناء عليه بدي اروح اخذ الديترمينانت للفي 1 والفي 2 والفي 3 اللي هو المحدد، في 1 اللي هو 3 1 1، في 2 2 ناقص 1 5، في 3 اللي هو 4 0 سالب 3. يبقى هذا المحدد يا بروح افكه باستخدام عناصر الصف الثاني او العمود الثالث سيام. يبقى لو جيت افكه باستخدام عناصر العمود الثالث مثلا، يبقى هذا الكلام بده يساوي 4 في، اشط بصفه عموده بصير 5 زائد 1، 5 زائد 1. نيجي اللي بعده ناقص 0 في محدد بزيرو مع السلامة، اللي بعده ناقص 3 كما هو لانه الشرط في الاصل موجب، وتشط بصفه عموده بصير سالب 3 سالب 2، سالب 3 سالب 2 ويساوي 5 و1 6 في 4 ب 24. هنا سالب 5 في سالب 3 بزائد 15، يبقى هذا بده يعطينا قديش؟ 39. 39 ماله؟ يبقى الملاحظة هذه بيقول لي لو كان الديترمينانت لا يساوي زيرو يبقى هذول مالهم؟ لينيرلي اندبندنت. يبقى هنا في 1 وفي 2 وفي 3 ار لينيرلي اندبندنت وليسوا لينيرلي ديبندنت. هذا طبعا هو المثال الأول. بدنا نروح الآن للمثال الثاني. المثال الثاني الحقيقة بياخذ وقت، فأرى أن أجله للمحاضرة تبعت بعد الظهر إن شاء الله تعالى.